السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاري والوتر الموت، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر والتقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدي كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا